الو، ايوه، مساء اي الخير. فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ اهلا عادل. بحضرتك، اهلا بيك فندم. يا دكتور، مهم جدا اعرف من حضرتك بعد اذنك دكتور علاء، و عملتوا ايه النهارده مع فضيلة الامام الاكبر؟ نعم، اتفضل. في البدايه كان لقاء مثمرا، وسبب الزياره بعد اذنك عبرنا فيه عن اعتزازنا بهذه المؤسسه. انا محتاجه اسمع يا جماعه كويس دكتور علاء. عبرنا فيه عن اعتزازنا بهذه المؤسسة دورا ومكانا. نعم. وهذا كان استجابة لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية منظمات المجتمع المدني ولأهمية مشاركتها في الحراك الثقافي. نعم. وكان هدف الزيارة في الحقيقة هو تشوف رؤية فكرية مشتركة بين المؤسسات الثقافية التي تمثل منظمات المجتمع المدني وهذه المؤسسة العقدية الكبرى. الله، في مناطق مشتركة يا دكتور علاء؟ تماما. هاي. وأنا هتكلم في فد. هذا الموضوع. تفضل. أظن أنني لا أعد الحق لو قلت أن هناك تحديات تفرضها العولمة وما نعم. بعدها نعم. خصوصا بعد إعلان ما يسمى الميتافيرس 1 أو ما بعد الكون واحد، والذي سيقوم بهدم كل السرديات الكبرى من مفهوم الهوية للأمة للانتماء للأسرة. وهذا يتطلب أو يحتاج منا إلى حراك ثقافي وفكري مقابل. لا يقوم هذا الحراك بهدم المؤسسات العقدية أو الكيانات الدينية الكبرى إطلاقا، محدش أكيد. ولكن نعم. نعم. ولكن بالعمل المشترك. نعم. ضمن دور تنويري يمثل العقيدة الوسطية، وأنا أتكلم عن العقيدة بعامة وليس عن الإسلام فحسب. تمام. وتكلمنا في هذا اللقاء عن أهمية تعزيز مكانة اللغة العربية والفكر العربي. نعم. والارتقاء بمستوى الثقافة القومية. نعم. والإسهام في المحافظة على التراث العربي من الضياع. الإسهام في ترجمة الآداب العربية والفكر العربي إلى اللغات الأجنبية. تخيلي معي لو كنا ترجمنا 1000 كتاب من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية فقط. السلام. يا سلام. سنكون في سدة المشهد الغربي الآن. ولكننا نهتم بترجمة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العكسية. العربية، وأظن أن الترجمة العكسية لها أهميتها أيضا. أيضا نعم. إعادة بناء الصورة الذهنية للعربي على المستوى الدولي. بناء آلية للتعاون والمشاركة في المسائل الفكرية والثقافية بين المؤسسات العقدية والمؤسسات الثقافية. قيام أنشطة مشتركة. إلى آخر هذه الأمور التي تؤكد الدور الوسطي والتنويري الذي يقوم به الأزهر الشريف، والذي يجب أن تندغم معه المؤسسات الثقافية، منظمات المجتمع المدني بخاصة. نعم. وبعد ذلك تفقد الوفد الذي ضم دكتور أحمد درويش أستاذ النقد والبلاغة في دار العلوم طبعا. والإعلامي الكبير أستاذ عبد الله يسري ودكتور حمدي شتا، تفقد مرصد الأزهر والدور الذي يقوم به بالرد على محاولات النيل من صورة الإسلام في العالم، ودوره في مواجهة الأفكار المتطرفة. يعني لو حضرتك تتخيلي معايا أن بيتم ترجمة مجلات الدواعش والرد عليها وعلى طروحاتها في 16 لغة. نعم. وترسل هذه الردود والتبيان، يعني هم يعني هم اطلقوا مسمى ما وليكن تكفير داعش، فبالتالي بيردوا من هذا المنطلق طبعا دكتور علاء. طبعا طبعا. لا، والاخطاء، لاننا تكلمنا ايضا نعم. في هذا الحوار المهم عن المسافه بين فقه البدايات وفقه الواقع. تمام. هناك مسافة كبيرة بين فقه البدايات وفقه الواقع، ويجب أن نهتم بفقه الواقع. اسمح لي بكلم حضرتك يعني بتكلم ببساطة عشان المواطن يعرف. هنمشيها خطوة خطوة. المسافة دي مسافة كبيرة قوي 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 جدا. جداً.
هل هنمشيها كده خطوة خطوة ولا هنعمل قفزات زي ما بعض الدول عملت؟ هقول لحضرتك فضل. القفز مغامرة، والمغامرة قد يكون مآلها الفشل. طب الصدمة مغامرة؟ الثقافة، وأنت تعلمين ذلك، كالشجرة الطيبة لا يمكن أن تثمر إلا بعد عدد من السنوات. هذه القفزات تقوم بالبلبلة بعمل احنا مشكلات. احنا متأخرين قوي يا دكتور علاء، احنا متأخرين قوي، لأن احنا تأخرنا في الدعوة، ولأن التسارع اللي بتعمله الصورة كبير جدا بالمقارنة بالتسارع اللي كانت بتعمله الكلمة من 20 سنة. بس طبعا طبعا احنا الآن ما بنستهلكش كلمات، احنا بنستهلك صور. صور صحيح، وده بيعمل سرعة في الحراك. يعني حضرتك على سبيل المثال تقدري تشوفي ده مثلا في مفهوم النجم أو الحادثة. هو نجم لمدة ساعة مهما كان اللي عمله، بعد ساعة لكن زمان لا. لما كان في لغة ولما كان في قراءة وكتابة كان هذا البطء بيدي مسافة، بيدي رئة للاختلاف وللنقاش. التسارع الفظيع ده يحتاج منا ايضا لاحنا نتحرك، وهذا الحراك لا يتم الا بمشاركه فعليه وصادقه ومخلصه. هل اتفقتوا على ميعاد اخر دكتور علاء؟ عفوا. نعم. يعني احنا تكلمنا على وهل هيتم تكوين اللجنه؟ انا انت عارف انا بخاف، وحضرتك كرجل مثقف اكيد فكره تكوين اللجان بالنسبه لك مش احلى حاجه، يعني ما بتبقاش واخده. انا معاكي، لان كتير منها بتتشكل وبعدين ايه يتمخض الجبل. ايوه سهلت فعلا. نعم. ولكن ولكن انا الروح التي رأيتها في الإمام الأكبر ومحبة الإمام الأكبر للعقيدة وللمحافظة على الإسلام الوسطي. وعاوز أقول حاجة كمان مهمة. العلاقة ليه متوترة ما بين حضراتكم كمثقفين دكتور علاء وما بين سلطة الفتوى أو ما بين رجال الدين؟ لسببين يا فندم. نعم. أقول لحضرتك لسببين. مفروض كنا نبدأ إمتى؟ نبدأ من قبل ما حدث؟ طبعا إحنا تأخرنا جدا في البدايات. طبعا ده كلام صحيح. ولكن السبب الأول إن كتير من اللي بيدخلوا علشان يناقشوا المواضيع العقدية من غير المتخصصين فيها، وده بيسبب بلبلة كبيرة. ده مش معناه إن العقيدة حكر على حد، ولكن معناه الحقيقي ان في معارف، وانا لا استطيع ان اتكلم في معارف قبل الولوج اليها، اليس كذلك؟ نعم. والا تكلمت عن اشياء بمحض الجهل بها. نعم. يعني حضرتك مش مع طرح اسئله؟ حضرتك بالعكس اهم شيء الان الاسئله. مش مع انطلاق الافكار؟ مش طبعا مع انطلاق الافكار بشرط والبحث. بشرط يعني انا في وجهه نظري ان العقيده مساله امن قومي، وإن أي اختلال فيها ممكن يجيب أثار عكسية وسريعة، وإن إن الطريقة الصحيحة في التعامل معها هي الطريقة الثقافية المعتدلة التي تقوم على الحوار المجتمعي. نعم. التي تقوم على الفهم المشترك. نعم. نعم. والتي لا تقوم على هدم الثوابت، حتى لو كنا مؤمنين. لا لا، ثوابت. حتى لو كنا مؤمنين احنا ان هذه ثوابت جزئيه. دكتور علاء اكيد مش راي لمجموعه من الاشخاص هو اللي هيهز العقيده عند البشر. صدقيني لو حضرتك يعني اكيد هم كده، هم كده يبقى في مشكله دكتور علاء. لا احنا محتاجين الانتداد الهائل لحركات الالحاد، لحركات الاختلال الاخلاقي اللي موجود في المجتمع. وانا بدعو حضرتك لحلقه على الهواء معايا، لانه الكلام كتير الحقيقه، ويهمني ان حضرتك تبقى موجود، لانه انا بتصور انه لو حضرتك خايف عليا انا من انه اي راي هيهزني وهيخلي العقيده عندي تختل. لا لا، مش ده هدفي يا فندم. مشكله في اللي اقنعني بالعقيده. يعني طبعًا يعني طبعًا. لو انا شخصيه مهزوزه ده موضوع تاني. لا ده كلام صحيح، ولكن الفئه المستهدفه، يعني اهم سؤال اعلامي في الموضوع من انا وماذا اريد. نعم. والفئه التي اتوجه اليها بالحديث. أنا بتعامل مع الشخص اللي قاعد مع
ما بيعرفش يقرا ويكتب، وبيتعامل مع المثقف اللي ثقافته مجاوزه حتى للضيف اللي حضرتك بتجيبيه. نعم نعم. ايه الخطاب اللي انا هتكلم فيه وايه مستواه؟ ده شيء مهم جدا في الرساله الاعلاميه. نعم نعم، صحيح صحيح. طيب تسمح لي اتشرف بلقاء مع حضرتك على الهواء ونتناقش في. يسعدني طبعا. اشكرك اشكرك، شرف لي يا دكتور علاء. اشكرك فن، اشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر.